الدور السنه دي انا مبسوط بيه جدا، اكتر حاجه تقريبا مبسوط بيها لحد دلوقتي، مش عشان حاجه، عشان الدور مختلف تماما، حاجه عمري ما عملتها، حقبه زمنيه مختلفه، بلبس باروكه، بلبس لبس عمري ما بلبس فساتين، اللاين مختلف، طالع جاسوس بتكلم ثلاث لغات، مع ان انا ما بتكلمش ثلاث لغات بس اتكلمت ثلاث لغات في المسلسل. وعملت ايه يعني، دربت مثلا عليهم يعني انجليش وعربي انا تمام، بس الروسي جيني اسبر اللي طالع بحبها دور فيكتوريا، هي نصها سورية نصها روسي، بتتكلم روسي فظيع، فكنا اللي هو ايه قبل الاكشن تقوم قايله لي مش عارف لا خرجوه وانا قايلها على طول بقى، بس بعدها بخمس دقايق طبعا ما افتكرش اي حاجه. اللاين حلو، في اكشن وفي رومانسي جدا وفي قتل في نفس الوقت وفي حاجات كده، فلا كان مختلف، حبه جدا جدا. طب انا عايز اعرف بقى حضرتك، يعني اتخذت شويه للتمثيل عن الاعلام، قول لي يعني بالنسبه لك يعني احسن واحلى وحبيته ايه اللي بحبه اكتر؟ التمثيل، وعشان كده انا وقفت شويه عشان اركز في التمثيل، وبحاول التارجت بتاعي دلوقتي ان انا اوصل لنفس الحته اللي انا وصلت لها في التقديم، بس التمثيل اصعب بكتير بكتير. شايف مين على الساحه نفسك تبقى زيه؟ يعني انا نفسي ابقى زي ما انا في التقديم ابقى في التمثيل. ماشي اوكي. طب رايك ايه في اللي بيعمله المجلس الاعلى للاعلام ونقابه الاعلاميين الفتره الاخيره من حيث تقنين وضع الاعلاميين؟ انا شايفه حاجه حلوه، شايف الناس مش متعوده عليه لسه، بس شايف ان هو لما الناس تتعود عليه ان هو الحاجه لما تبقى قليله بيبقى الكواليتي فيها اعلى اكتر من الكوانتيتي، ودي حاجه حلوه.